والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آل بيته الطاهرين. يطيب لي أن أوجه تحية الإحترام والتقدير للمعتقلين القابعين خلف القيود متحملين العناء والظلم من أجل محاربة الشعب العاملة نحو الحرية والعيش الكريم. وأيضا إلى أهالي المعتقلين الكرام الذين يعانون أضعاف ما يعانيه ملذات أتباعهم في هذه السجون. ونحن كدفاع عن المعتقلين ولا أعطل من شأنه، فأنا لست إلا فرد صغير محاولة جاهدة رفع الظلم، وما أقدمه إلا شيئا بسيطا لا يذكر أمام ضحياتكم الكبيرة والعظيمة. راجية من الله التوفيق، وممكن أيضا الدعاء لنا بالنصرة حتى يوفقنا على بحث ما يقع على أثناء أعزائي أهالي المصارعين. يؤسفني مصارعة بما يعرفه الكل ويجتمع في الوسط الاجتماعي، إنما يتعرض أبناؤنا من إكراه والعديد للإجبار على الاحترام، وبالتالي تبني الأحسام الجائرة والقاسية على هذه الاعترافات الباطلة. وبذلك يأتي دورنا فقط على كشف هذا الظلم، وفي حال كشفه لا يؤخر به، وإنما يحكم بما يراد به. وبالتالي يكون دورنا القضايا السياسية والأمنية يقتصر على مساندة المعتقلين ورفض معلوميات وأخيرا مطالبنا